مرحبا، شكرا لمتابعتكم تك ميشن. اليوم ريفيو غير عادي لدرون غير عادي ومن مكان غير عادي. الحقيقة لما اتصلوا فيني دي جي اي وطلبوا اعمل لهم ريفيو لهذا الدرون انا كنت كتير سعيد، لانه بالاساس كنت معتبر هذا الدرون هو الافضل بالعالم اليوم على الاطلاق. يمكن ما ينبسطوا كتير دي جي اي لما بيسمعوا هذا الشيء لانه هو الارخص بسلسلة المافيك 3، لكن انا مصمم على كلامي، هو الافضل على الاطلاق بدرونات عالم اليوم. مو لانه الثري والثري السني اقل منه باي شيء نهائيا، بس لانه هو بدفع فيه بالضبط ثمن الاشياء اللي انا محتاجها واللي عن جد بدي اياها، وهذا الشيء ما انه قليل. لما بدي اعمل برودكت ريفيو بدي اكون صادق بهذا البرودكت ريفيو. لازم البرودكت ريفيو يراعي التوازن ما بين المزايا اللي انا عم اخذها واللي محتاجها عن جد وما بين السعر اللي عم ادفعه. ممكن كتير احيانا اني ادفع سعر كتير غالي ثمن اشياء انا بالاساس ماني محتاجها. كمان في نقطه تانية وما تستقلوا باهميتها ابدا لحدا مثلي، هذا الدرون اسمه كلاسيك وانا علي كلاسيك. لما بلاقي شيء اسمه كلاسيك كتير بحسه بيشبهني، بس حسيت حالي شوي ختيار لانه انا عاصرت بدايه عصر الدرون، وهلا وصلنا لنقطه بعالم الدرونات صار الدرون بيقدر يتسمى كلاسيك، وهذا الشيء ما نو قليل ابدا. هذا الشيء بيعني انه الدرونات وصلت لعمر كتير كتير متطور. من هالمكان الجميل من قلعة انا نوري الساحرة بجورجيا الساحرة من ادملكن هالريفيو لدي جي اي مافيك 3 كلاسيك، الدرون الافضل اليوم على الاطلاق. تابعونا. الحقيقة ما قدرت قاوم جمال هذا المكان رح تصور لكم هاي الفقرة فيه، بس في شغلتين ممكن يصيروا بدكم تسامحوني إذا صاروا. الشغلة الأولى ليك عم تصير إنه في كتير كلاب شاردة بهذا المكان وكتير وارد إنه يجوا ويتحركوا شوفيني. الشغلة الثانية هلأ عم تصير إنه في أصوات شاحنات ممكن تجي على الطريق العام، بس برغم هذا الشيء المنظر اللي وراي مغري كتير إني سجل لكم فيه هاي الفقرة. فإذا دي جي آي مافيك 3 كلاسيك، اسم كلاسيك بيعني انه دي جي اي شالت الكاميرا الإضافية اللي حطتها بالمافيك 3 والمافيك 3 السني ودفعتنا حقها كتير ورجعت لنا السعر شوي لورا وعطتنا الكاميرا اللي انا بحبها بدرونات المافيك 3 والمافيك 3 السني. بعالم الدرونات وبتاريخ عالم الدرونات طالما عم نحكي عن كلاسيك في نقاط علام لعالم الدي جي اي تحديدا ما فينا إلا أنه نذكره بريفيو من هذا النوع لدرون بتصور أنه رح يكون مسيطر لفترة لا تقل عن سنتين أو ثلاث سنين. طبعاً سلسلة فانتوم والفانتوم 4 الشهير كانوا علامة فارقة خاصة بالقطاعات الصناعية، يعني كانوا يستخدمون بقصص تصوير الأفلام وهيك، وكمان بنفس الوقت بقصص مراقبة عامة، إدارة مشاريع ضخمة، إدارة جودة لمشاريع عقارية، إدارة حرائق، لأنه بالأساس كان هو كبير بالحجم وصعب أنه ننقله، مو سهل. بعدين إجا المافيك. المافيك الأول لما نزل عمل ثورة بعالم الدرونات بسبب حجمه الصغير. هلأ طبعاً اليوم عنا كثير أحجام أصغر منه، بس بوقتها كان هو الأصغر اللي عنده قدرة أنه يطير وعنده كل هاي التقنيات وعنده كاميرا كانت جيدة، مو تماماً يعني كانت جيدة. المافيك 2 برو هو العلامة الفارقة الحقيقية بتاريخ الدرونات. المافيك 2 برو عملت له الكاميرا دي جي اي بالتعاون مع هاسلبلاد اللي دي جي اي بتمتلك حصص فيها. كان في مشكله اللاين سكيبينج، كان لازم نغير المود لحتى ناخذ افضل جوده من الفيديو، لكن كان افضل كاميرا طائره بهداك الوقت وضل هي سنتين صار له سنتين وشوي مسيطر. لما نزل المافيك 3 والمافيك 3 سني نزلوا مع بعض كانوا المفروض يكونوا خليفته للمافيك 2 برو، بس فرق السعر كان كتير كبير. المافيك 3 في كاميرتين والمافيك 3 سني في كاميرتين وانترنال اس اس دي تيرا بايت وعن بيصور برو ريز، لانه بيصور برو ريز لازم يكون في انترنال اس اس دي، يعني في كتير جيمكس
أنا شخصياً ما خطر لي إنه أدفع هذا المبلغ الهائل لحتى أشتري درون مع كل هدول القصص اللي أنا ماني محتاجهم. مافيك 3 كمان أوكي، حلو إنه يكون في عندي تليفوتو مكافئ ل 165 مليمتر على ما أعتقد بدرون، يعني ما بعرف شو ممكن يكون استخدامه، أنا ما عندي استخدام لإله، بس الكاميرا الرئيسية تبع المافيك 3 رائعة. هلأ عندي درون في الكاميرا الرئيسية تبع المافيك 3، في تقنيات الطيران، في أشياء إضافية أضافتها دي جي آي على هالدرون هذا بالتحديد، مثل التصوير الليلي، الفيديو الليلي فيكن تشوفوا هاللقطة هاي كتير عم يعطينا أداء رائع الفيديو الليلي، وبعض الأشياء الأخرى أيضا اللي أضافتها تصميميا وبالسوفتوير. يعني عندي أفضل درون ممكن أني أطلبه اليوم، أفضل درون بالعالم اليوم، دي جي آي مافيك 3 كلاسيك. فإذاً رح نحكي عن تقنيات التصوير من جهة وعن تقنيات الطيران من جهة تانية، بس قبل في تفاصيل مهمة لازم نحكيها. البطارية على سبيل المثال 46 دقيقة، الحقيقة كتير قريب هذا الرقم من الواقع، أنا عم طير معي 35 دقيقة 38 دقيقة على حسب، أنا عم طيره هون بظروف في هواء الحرارة قريبة من الصفر، عم استخدم السبورت كتير، عم أعمل كتير حركات مختلفة وعم خلي الترانزميشن دائما شغال، فعم تأخذني يعني 35 إلى 38 دقيقة، وبتصور رح توصل 46 دقيقة برياحة ضمن ظروف مثالية. تجي الكومبو مع ثلاث بطاريات وشاحن، الشاحن كتير حلو، في كريدل بتحط فيه البطاريات ومشحنه بأي شاحن آخر، مريح كتير عم يشحنه بالسيارة وأنا عم أتحرك من مكان لمكان. عموما البطارية هي من الإيجابيات الكبيرة بسلسلة مافيك عموما وبالمافيك 3 كلاسيك خصوصا. غير البطارية عنا الكنترولر دي جي آي آر سي، من أهم الابتكارات أو التطويرات اللي عملتها دي جي آي على عالم الدرونات تبعها، بطلنا محتاجين الموبايل، كتير مهمة هي القصة وحكيت عنها كتير بالريفيو تبع الميني 3. كان في مشكلة أنا عندي إنه دائما أوصل الموبايل لمرحلة إضافية، خطأ إضافي وارد، كل هدول القصص. الكنترولر هذا موثوق سهل الاستخدام، شاشته منه فيه، مطلوب دائما انه اشحنه طبيعة الحال مثل ما اشحن اي موبايل، لكن كمان حتى القديم كان مطلوب اني اشحنه، وفي وصول كتير سهل وسريع للموتس بسويتش خاص. وعلى سيرة الموتس هو فيه ثلاثة مثل اي درون حاليا من دي جي اي، عنا السبورت اللي هو السريع وما بتشتغل فيه السنسرز، وبالتالي بدكم تعتمدوا على انه انتو ما تخلوه يستطم، نورمال هو الوضع الطبيعي، كل السنسرز شغالين يمين ويسار وفوق وتحت وامام وخلف، وفي السني اللي بيخليه يمشي على أقل من مهله لحتى ناخذ لقطات سينمائية، واستخدمته أنا كتير. شو لسه بدي أحكي عن الكنترولر؟ كتير مريح بالحمل، كتير سهل إني ضب له الجويستيكس تبعاته، زر للفوتو وزر للفيديو، زرين بالأسفل، كتير حاببه لهذا دي جي آي آر سي، وكتير سعيد إنه عملته ستاندرد دي جي آي على كل الدرونات الجديدة، أو على الأقل باكج إضافية مثل حالة الدي جي آي ميني 3، بس موجود وبنصح الكل انه يستخدمه. بالنسبه لتقنيات الطيران فينا نقول انه عندنا كل شيء، كل شيء على الاطلاق من دي جي اي، خلاصه خبرته على مدى السنوات حطت لنا اياه بهذا الدرون. هلا في اهم عنصر اللي هو الاوبستكل افويدنس. الاوبستكل افويدنس مو بس هو موجود بكل الجهات، يعني يمين يسار فوق تحت امام خلف، هو كمان كتير ناجح وكتير فعال. اذا تحبوا تشوفوا قديش فعال شوفوا الدرون شو رح يعمل لما رح يقترب على انه يصدم فيني. توقف تماما مع انه انا ما وقفت الجويستيك. خلينا نجرب كمان مرة، بس هالمرة رح نغير الاعدادات من بريك الى باي باس. هلا عم اطلب منه انه يمر جنبي بدل ما يوقف، شو رح يعمل يا ترى؟ وهي رح احطه على السيني لحتى يكون على مهله. تفضل بسيو، مثل ما شفتوا تجنبني تماما. نقطة مهمة كتير لازم نحكيها، كتير كتير مهم نحكيها وكتير مهم تنتبهوا عليها، انه الاوبستكل افويدنس فعال بالاشياء الكبيرة، لما في عندك شرايط كهرباء او اغصان شجر كتير رفيعة أو أي شيء ممكن هو الجهاز البصري تبعه ما يشوفه، لازم أنت شخصياً تنتبه وما تعتمد أنه هو الدرون رح يحس بهدول الأشياء الدقيقة
وما يوقع بهي المشكلة. رح يوقع بهي المشكلة، فأنت مسؤول عن هذا الموضوع. أول شيء بتعمله للأمان أنك تشوف حواليك في شرائط كهرباء أو كابلات كهرباء، في كابلات تليفون، في أشياء دقيقة ممكن ما يشوفها. بعد هيك تطمن بالمساحة اللي أنا فيها هلأ، مطمن تماما. خلوني رجع مرة تانية على الوقفة مو على الأفويدنس. هلأ هو إذا شافني قرب علي أو قرب على أي شيء رح يوقف، ما رح يحاول أنه يتجنبه للضمان. طيب غير موضوع السنسرز، شو في عنا تقنيات تبع طيران؟ عنا الأكتف تراك الشهير، خلي فرجيكم إياه. بعلم على حالي هلأ، بيعطيني خيارات سبوتلايت أو بوينت أوف انترست هلأ بنحكي عنهم، بس هلأ نحن بدنا أكتف تراك. رح قال له يعمل لي أكتف تراك من الجهة اليمنى ورح قال له جو. هلأ هو it will track me، رح يتابعني من الجهة اليمنى. هلأ هو على يميني وأنا كيف ما مشيت رح يضل متابعني. بالمناسبة هلأ فيني خبركن أنه الأكتف تراك بينفع مع أي شيء، يعني ممكن يمشي معي أنا كشخص، ممكن مع سيارة حتى لو أسرع بشوي، ما تنسوا هذا مافيك، ممكن حتى مع شاحنة، دراجة نارية، حيوان ما، ممكن أنه يمشي. في نقطة كتير حلوة هون أنه فينا ببساطة نقول له غير من الجهة اليمين للأمام. هلأ هو رح يلف ليصير أمامي، في عمود هون المفروض أنه يتجنبه. استنى هو شوي لحد ما شاف أنه هي أي واحدة هي جهة الأمام، وهلأ صار عم بيشوفني من الأمام. في عمودين رح يمر من بيناتهم وبفضل السنسرز ما رح يصطدم فيهم، أو على الأقل بتمنى أنه ما رح يصطدم فيهم. أوكي؟ سامعين صوت السنسرز هون، بالفعل هو شافهم وتجنبهم بمنتهى النجاح. طيب هلأ رح نقلب من التراكينج من الأمام اللي هلأ هو عم بيصير، ورح نتحول للتراكينج من الخلف in the back، وأنا رح لف وامشي بهذا الطريق وشوفوا أنه هو رح ينتبه أنه أنا صرت ماشي باتجاه المعاكس ورح يلحقني. لازم انتبه لأنه هون التلج شوي بيزحط ما لازم ركز كثير مع الدرون، بس هي التراكينج من الخلف. وطالما أني صرت عم امشي باتجاه الكاميرا، صرنا نقدر نحول لهون على هاي الكاميرا لحتى قلكن أنه التراكينج مو هو الشيء الوحيد أو التقنية الوحيدة اللي ملفتة للنظر جداً بتقنيات المافيك 3. طبعاً لأنه هو التوب اوف ذا رينج، مافيك 3 والمافيك 3 كلاسيك، دي جي آي عم تعطيهم أفضل ما عندها. البوينت اوف انترست والسبوتلايت. البوينت اوف انترست والسبوتلايت بيشتغلوا مثل بعض. هلا انا رح فرجيكم البوينت اوف انترست لانه اشتغلت عليه كثير بهالمثال. مثل ما انكم شايفين انا حطيت البوينت اوف انترست هو هالمبنى التاريخي القديم، والدرون لوحده رح يدور حواليه ويركز عليه. واذا بدي فيني من دون ما يطير الدرون فيني انا طير الدرون بعدة اتجاهات، ورح تكون مهمته للدرون انه دائما يضل محافظ على البوينت اوف انترست بنقطة المنتصف. بالنسبة للسبوتلايت هي بتشتغل بنفس الطريقة. خلوني فرجيكم السبوتلايت. هلأ أنا تحولت إلى سبوتلايت بهالحالة. هي الدرون واقف، كيف أنا ما لفيت هو رح يخليني بمنتصف الشاشة مثل ما كنتم شايفين. من التقنيات المهمة كمان بهذا الدرون هي الواي بوينت. الواي بوينت بتعني أنه نحن بنحدد له للدرون نقطة البداية، بعدين النقطة التالية، بعدين النقطة التالية. عدد غير نهائي من الواي بوينتس، أعتقد عدد غير نهائي يعني ما وصلتهم لأكثر من خمسة، بس بنحدد هدول الواي بوينتس، بعدين بنطلب من الدرون أنه يروح عليهم بالترتيب وبنخليه يصور بهذا الوقت. يعني أنا شخصياً لا بدي أروح على كل محل وبحدد الواي بوينت وبعدين أرجع لا بطيره. بس هي تقنية كتير حلوة خصوصاً لما بتكونوا بدكم إياه يعمل فيلم محدد أو يصور باتجاهات محددة، بيكون سموث أكثر من لو نحن عم نطيره. وكمان بتصور إنه هي مفيدة إذا عم نستخدمه لاستخدامات أخرى، يعني لمراقبة موقع عمل مثلاً أو شيء أو أي شيء نحن محتاجين نراقب شو عم بيصير، فبصير هو يروح على نفس الأماكن ويرجع لنا بالتقرير. وهلأ أنا عم صور لكم الواي بوينت وعم جرب لكم إياها. صار شيء ما كنت حاسب حسابه، بس سعيد جداً إنه صار، إنه انقطع الاتصال بين الآر سي والدرون. ليش؟ لأنه المنطقة كتير كتير واطية، هو صار كتير عادلي وبعيد عني وفي حديد بيني وبينه، انقطع الاتصال بيني وبينه. فبطبيعة الحال الدرون تصرف تصرف صح، اللي هو إنه رجع لنقطة الانطلاق. كمان سجلت لكم إياها وهلأ رح فرجيكم إياها.
لأنه العودة لنقطة الانطلاق هي من أهم مزايا درون الدي جي آي، وبها درون هذا تحديداً هي كتير مهمة، لأنه كتير وارد أنه نبعته لمسافات بعيدة، كونه درون قادر على أنه يطير مسافات كتير بعيدة بمنتهى الثقة. هلأ رح نجرب المسافات الكتير بعيدة عن هذا الجسر على سبيل المثال. لكن تقنيات الطيران بهذا الدرون متقدمة، خلاصة خبرة دي جي آي، خلاصة تقنيات دي جي آي كلها موجودة بدرون واحد. مو قلت لكم أحسن درون بالعالم؟ صدقوني. وبالنسبة للتصوير، الدرون بيجي مع سنسر 4 ثيرتز سيموس 20 ميجا بيكسل، العدسة مكافئ 24 ملم، يعني البعد البؤري المفضل تماماً لإلي. فتحة العدسة بتتغير بين 2.8 و11. بالنسبة للصور الضوئية، دقة الصورة 20 ميجا بيكسل، ممكن صور بيرست 3 أو 5 أو 7 صور بالثانية. الصور الضوئية بتكون JPEG أو RAW بصيغة DNG. صور جميلة، وفي عنا دايناميك رينج كتير حلو، وفي عنا خيارات كتير واسعة خصوصاً بموضوع البانوراما. عنا بانوراما طولية 180 درجة أو عرضية 180 درجة أو واسعة أو 360 درجة، والخيارات دائماً عم تعطينا نتائج ممتازة. بالنسبة للفيديو، الدرون بيسجل بكودك H.264 و H.265، بيسجل 5.1K، يعني دقة 5120x2700 بتردد إطارات لحد 50 إطار بالثانية، DCI 4K لحد 120 إطار بالثانية، 4K 3840x2160 لحد 120 إطار بالثانية، وفول اتش دي لحد 200 إطار بالثانية. الفيديو فورمات هو MP4 مع H.264 وMOV مع H.265. الكودكس المستخدمة هي MPEG-4AVC مع H.264، HEVC مع H.265. الماكسيموم فيديو بيتريت هو 200 Mbps، وعنا تصوير 10 بت إذا فعلنا الديلوج. الكالر مودز هي نورمال أو HLG أو ديلوج. وبالنسبة للجودة، أنا سعيد جداً بإني أقول إنه هي أفضل جودة لتصوير درون شفتها لحد اليوم. في عنا مدى ديناميكي كتير ممتاز، تفاصيل كتير جميلة، وفي عنا وهو الأهم أوتوماتيك إكسبوجر ناجح جداً، وكتير احتجته أنا كونه ما كان معي ND فلترز. باختصار، للتصوير كهواية أو التصوير كاحتراف وتصوير سينمائي وإنتاج، هالدرون هو أفضل درون جربته لحد اليوم، والنتائج قدامكم. كمان مرة من هالمكان الجميل بقلعة أنا نوري بجورجيا، نشكركم على متابعتكم هالفيديو اللي إن شاء الله كان مفيد وممتع بالنسبة لكم، وعرفكم على كل تقنيات دي جي آي الحديثة اللي تتجسد بالدي جي آي مافيك 3 كلاسيك. درون أنا شخصياً عم أعتبره أفضل درون بالعالم اليوم، وأنا شخصياً رح استخدمه كدرون أول ووحيد حتى إشعار آخر. كمان مرة شكراً لتابعتكم هالفيديو، ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتتابعونا على حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي اللي بتشوفوها بالشرح تحت، وأنا بشوفكم بالفيديو القادم.